بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا مروي ان دحلد ادون كميل ولبو ا كجوغتان كوسو دواده ورباهينتي ني كوبهاوداي ساوثن ميديا كوبريشن او لو سو غابيه اس ام سي مر ولبر اد كيشان وررك حقيقوينكا سياسدا اسديدن يا كو ايسو غلبا وزير قديجه محمد ديريه ايا تليفون كيدي لغا خداي فيلا سوماليا حالي حفلتي كود لوليا لوغو قبطي حرونتا مدحتويدا قرنكا سوماليا oo haatan madaxweyne uu ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud oo iyadu markaysay abgaal ahaan abti ugu aadan telefoonkeedu iyadu boodboodaysa laga xaday qadiijo kuray su'aal baan ku weydiinaa marka madaxtooyadii Soomaaliya gudaheeda hadii telefoon lagu xadaayo bal shacabka dawladda loo yahay ka warama waxay idin rabtaa kolestiyaashii black sea madaxtooyada jooga ma ii sheegi rabtaa oo afka buukaystay ma waxay idin rabtaa ma arkaysay tuugadii ceelgaabta waxay dhex gashay villa soomaaliya ma ii sheegi aniga yaani qaranimada aan sugeyno telefoonkii wasiirad qadiijo maxamed diiriye oo u dhalatay yaxar beesha shanaad abtiyaasheeduna abgaal ay yihiin ayaa waxaa lagu xaday villa soomaaliya gudaheeda beenlo waxa la yiri nin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigaya bal aanu dhageysano qadiijo maxamed diiriye daawano iyadoo telefoonkeeda raadinaysa bal soo dhawow maama qadiijo soo dhawow ويا حفلت إنا يسعطو ده فوتوشوب ماهن ور تليفون كيجي يا ماشان كقاضي انت انا ماشي فديدي تليفون كيجي تليفون كيجي تليفون كيجي ايلا ده وسيرد وحرنتي مدحتويدا قرنكا صوماليا ور ملعبو ور دولدنيما منو دوده توغنيما انتي نو جرتا يا توغنيمو انتي نو جرتا هدي مدحتويدا قرنكا صوماليات تليفونادا ليسغا خدايو سؤال بان كو ويدينايا مانتي دمو جديد مخي يهين هكو وريرين مرك وسيركي تليفون كيس لحدي هدبا ميدان كو شيغا اني تليفون كاسي ددك خدي وان اوغا اني qadiijo dubbaa ku dhacay dubbe laba wajiilaynta ay samayn jirtay xawaadle oo ay kala jabinayso ay soo jaajuusayso mar ay digli mirfle intay isku dhadhajiy afmaay ay ku hadasho oo macnay baydhaba intay tagto ama xildhibaanada digli mirfle ay dhex gasho iyadoo u adeegaysa isbaaristayaasha mar beesha shanaad ummadda sidaas ay u kala jaajuusaysay fariimihii ay dirtay cod maqal iyo muuqaal beelihii ay isku diraysay murusada dheh xawaadla dheh hebar gidir dheh abgaal dheh maarkayse digli iyo mirifla dheh biyomaal dheh qolo walba ilaa iyo farmaajo waad ogtihiin xasan cali kayridoon intay la fuushay libaax laba ma ahan farmaajo madaxay u lulatay ii geli shahaadada wixii oo dhan waa laga shubtay wejigeeda saxda ah aa bannaanka soo baxay marka tii dheerayda ka raacday adi intana ma tahay 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 inta kulli ma adiga dadkay madaxay isu gelin jirtay
وحي أردنا على قد دعت صدي مرك هذا تليفون كان تليفون قلفوفه لا حدا يأكل كليه معن تليفون وحوين معن هذا يبى تكون لو أبغى قلاد دولار واحد لكن دعت هذا معلومات كي كجري بالرقي وأنا أركض دانتان هبلايا الله صاكر حي ما مغلي جرتين قرحة كي وقدرنا هدا سوق إنسان مرك هذا لقى خلايني قرحة كي وقدرنا هدا سوق إنسان يا ذا حفلة هذا يبود بود بوقت ميوزك مرك الله داري تليفون كي ماشي صارتي ماشي قش قبط سي يبود بود إس تليفون كي هيرك مرك حفلة جديدة مرك يحولها صوني كسي أي تليفون كي ماشي قلت ما دوي ويس تليفون كي جاك أنت أنا ده جوت واحد ماشي جوجا الدماهن فائسة يفرحية يفرطون يا مريم مارك يسحاو ماهن يا علي يوجاس يو ماهن وسراكيل يوسيرو يحلبانو دور دواي مرجع حرونك خديجة كنا عايو حوالي تليفونك داتدي اي كجرتي هادي لغربو سير مركا لغربو او عاديو سياسة دين ويحا كجرة ويلاشا يرير بيشحش هاي يضو ماركا يسيكلا حتى ولغا يابا خديجة كري وحو قبا حيوات اكتي يسوما خديجة كري دماشي دين وانك أهي نمام بدن بي ماركي صوحة بي سنجرتي دلين يرادة ماركي دنبنين رحوين ومسجعون اي صوحة رئيسة تالي قرع وكيري كري 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 ماركا حبا يحوي حسابتو اي صوحة ماتي ماركا دا تدي عدن على شبت اني بيان ما يدين شيقاي وحي عدن ولا قديي وحي عدن ماشي كجرة ماركا انتي انك مهودة ماله ماله وحي ماركا يسيدد انتي نحقلسو اي قدال اوغا سيبان جرتي وحي عدن ولا قشبت ركاتا لغو هاي ساد كندي بوحي داد ركاتا يسو وي بان اشاكتو اي اوكلا ورانتو اي اذا نكود اللولي لغو لفا ايديست ابتقي حسن شيخ محمود هاي ويك اللي بيحلى بماها هذا ما قوي قد يجوي هذا حسن ما قوي هذا ما قوي اللي بيح هل ميا لو ميا سقال ميا ما قوي هذا تلفون كي هذا انتو صارنا يا عركي انا عركي عريق أنا هو أركي تليفون كاي تليفون كاي يا أركي أنا هو أركي هذا وروا وكنا عيوان ملاينا يا تليفون كاي ما أركتين ها أنا هو أركي عليك قدستي والله شبتي هاي ها مركز قياس هذه مدعتو يدي الصوماليا ها تليفونات كما أركي سيلي ساق حدا يا مرك اسلام الله تليفونك أسوع لي يا مرك ناو هذا شبتين بافين 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 سوع لي تليفونك ها ما سلاد ويدي تليا سيدونك يساق ماهانو مدعتو يدي كوي كجرة قدان الله صحيح الحيرو دبادها لقى بارو فوتو دفرتها لقى قليو نمان إنا واحدة يا حام عليك اللقى يواب بارتين صوبان هاد مدعتو يدي فوتو دفرتها لقى قليو كوي كجرة حالي كل حالة صغة صفحة لقى وارتليفون كي يا عركي ويدي ما تصلات
أنا وأجاي ويدي هسوق قب قبته كل جود بعدين فطده فرح كجليو هك الراديو تليفون ها هي والله يصير مسك شهر هذا يزدلي دون تقدير جدا مكوشي يعني أدان لقى قلينين سيدي مسكي شهر هذا وكنت يصير لقاطي أو كلا يزدلي دون تأيد كارك هذا وسوق قبته مرك في نيت ولا موسيقى في نيت ولا موسيقى ويصور ما أعطي مرك مدحتوي عيب تاسا كان عضي وحن ربا إلا الشيقو سيكوبا عيب كلا إياه كان عضي يدونا دق مدى أفقوي قول كشابي الله هوس حالي كود اللولية عيب بدنا عيب تدع ديبا وحي تا على انصار كيبا لصمينا لي كود اللولية أياه على انصار كيبا لصمينا يا إذا مدى ماشي صور دوبتين عندما واحد جوجي توبر هذا الله سود مايي أو أبداً دقلي مريفلة أو قومية دماي لان تليها صلديك ما أصلاً إيمانين ما جوجين حفلة نين دقلي مريفلة ويجي مركها سا مركا نينكي دراويش تهيستي أو تليه كحجين كصلديك الدقمة أفجوي كقبيل كها أبقلبي وضعهاين كيا وحيري مرة بعيدا كان قشن كأه أو إيلايدا أه أو بيمال كأه أو معني قدافة ده ماشان عيدا مو دراويش أو أنا جا بيش يدي هبر قدر يبقى البس على لوبه هاي يجا علن كسارة بس عد كلام ما أرك كرنبا نيك واحد اللي هذا جرم الجلاي مالا جرم قاتو وح نوع عاسة نيك سيد على هاي أو معني هبر قدر يبقى عيدا ما أه oo reerkaaga maleeshiya beeleed kaliya miya calanka saaraya oo ciidamada qaranka looma baahna miya oo state kan u dhashay oo federal kan ah oo halkan jooga maya looma baahno yiri meeshan eelay looma baahna laga baahna raxway meeshan waxa looga baahan yahay habar gudri abgaal u yiri sida ah ciidamadii way xanaaqeen taliyooda wuxuu yiri waxba dhufeysa u qabanina hadii la soo weeraray la soo weeraro وحنا نجيب الجلين كلا تجا قفل بحافظ دي سأله سركال كي هيستيح إذا مضي ضع حدها قرنك وحوير ماشان قبيل واي هذا قبيل هذا يتاي إني من كان إنا ماشان كسرنا وقبل لذو ده أنو علينا ما هني حال كلا ملهن جوري جينا بهذا يساس نقول يهين هذا ماشي حبض بعد نيجي قرتي كود اللول يدي دقمة أفجوي أنا عيب تاسع كنا عدي عيدا قرن هذا اللي على فيديو وأتركتان ciidan qaran ma saarin astaanta calanka buluuga ah ah ceeb weyn baa dhacday afgooyay xalay waana la isku dhameyn gaaray isla markay saacadii la soo dhaafay xalay iyaduna kooda luuliya waxyaabaha dhacay baan ku sheegaya meel ay dhahan macaani oo weedow duleedka magaalada muqdisho ah weedow gadaasheed ku taal iyaduna markayse wiil iska leeyirsanaya habeenimo banaanka fadhiga gurigooda niman baa u yimaaday oo lagu tilmaamay ciyaal weero ayaa waay waa habar gudri abgal way saar saareen waalidkiisa u soo gurman maagay sidii loogu waday baangad hadda nolol iyo geeri bay u dhaxeysa hooyadiisi waxa weeye biyo xataa ma cabbi karto nafta way ku daba yartaa loo soo duceeyo maskiinadaasi waxa weeye sikin walbay nafta ka bixi kartaa nafteeni nafteeda way simanta laakiin sakaraatul mowt baa saaran hadda sidii xalay loo galay walaasheeda iyaduna walaashiisa soo baxday iyaduna waxa weeye dabanka waxa loo galiyay dhagax iyaduna tabcaan waay wiil kala soo baxay lugta baangad gaf wa mid kala soo baxay waa lala fariisiyey adiga qoyska waa la gabagabeeyey ma arkaysay hadda macnihii nolol iyo geeri bay u dhaxeeyaan dawladdiina meesha way joogtaa damujidiid ilaahay hadda wax ka qabtay male hal cunugaan qabanay dhaheen kiina waxa weeye hadda sidii la yeeli jiray baa la yeelayaa xilliga habar gudir ama abgaal hadii la qabto sidii yeeli jiray bay yeelayaan oo ma arkaysa oo baxsaday iyo dambi ma lahayn iyo cadayn laguma haye iyo sheeko noocaas ah dadna nolol iyo geeri bay u dhaxeeyaan qoyska sidaasi loo galay meel buushash bay deganaayeen dadka qaxootiga ah ayay ahaayeen qoyskaasi waxay kasoo jeedaan digli iyo mirifle ayay u dhasheen weliba degmada buur hakaba gobolka bay ee
ماركيس يعني ستيت كميلان أي كسو جدان بورا كمان عدة دجن واتقنان وعرض كي دجلي مريفلا دجن أما عرض كي مريفلا ده أي دجن وهو يجي أقانتا جيس كأفريقيا وبروفيسور محمد شيخ عثمان شواري ماشى وكسو جيدو وسير الدولة أرمها معنيه جدها إلياس علي حسن ماشى وكسو جيدو ويه نكيري دقلي مرفلها لبربريو وماشى كسو جيدان ويه ماركيس معنيه فوسية شيخ عبد الله إيو ماشى كسو جيدان ويه وسير الدولة التمرطة إيو حلبانات فدرالكا بشار جابي حلبانات قرن كميلان دتورجو والسير كولها جود استيت كميلان وهذا معنيه وبروفيسور عويش شيخ محدين إيو بروفيسور عبد الرساخ شيخ محدين إيو ده لما سو كوبي كرم الحويني يقول رأي قرن كميلان شيقي شيق يرو أيو أها ماشي وكسو جيدا وي سيدو كلا الدكتور أيوب كوفرت أو لن نكي هايستاي أدها أو بجوهر انت ودا حيسا مقدش اللي قد لاي أو لود دي جاقادا سيهوية أي كدشين ماشي وكسو جيدا وي أبوان محمود حاج محمد طرش أبوان كوصر رأي جيس كأفريكا مايقا ماشي وكسو جيدا دلا دلا وحضارات دي دي وضدك داتسان إلاي ماركي سبار ديرا إلاي شواري إلاي يا أي أساس لولاي مركز أوجد مركز نبكاس نواة ودعي وكود اللولية وهر مركز أنو كجارني دم الجديد دولة دي مركز تلافا كي قد يجي محمد ديري أيام مدح تويا اللي حضايا أو سير دولة فدرال الصومالية أهنا حل دبان ولال محمد مودا مركز معنيه قف مسكين أجري دجن أو معنيه بانجد لوجو شرشري عدالة إن له هلاي محي كلها هذه دولة النوع عاس ما سوقي سيد معني قعنت هذا كوحي البال واحد وعن روائنا الشيء قمرك قد يجي محمد ديري مدح تويد التليفون كدير لك أحدي هرأي وحن كوكو شيء جري مدح تويد عن فرماج مركو كتك يكدب بوصنار بين نقطي إلى الله مدح تويد على قد تمابا إن دي جري وحاوي ماشا حتى هرتي أبقال وعبودا ولا قصاري هبر قدير باكو فاستيسة أو حوي مرصدة ولا جساري حوالله ولا جساري در ولا جساري دقلي مرفلة ولا جساري قيمة هذا المدوبة وحير كهري معني ما عشان وحير نقطة مقايدها برقدر أي لا هاي حسن شيخ محمود والله جوه يستع يسقي قويس كي سوي ركعتي يسيهين أو حوي إلى على ذا مدح توي ذا الله جو جراعة شباب أميرد ذا الله كينا مشارب الله جو سيا أو حوي وحلو جو سيا حب السوداء يحلو ما عشان وحلو جو كلا جاستا يريد دمبي أصلا يستين أو يكسر جليان أرجع حسدة مرك الله شرايو دتك ولا جب جبيع حسن بالجود دي الجاري سدات ساعة الظهر نمو هذا كور سداسن إدين شيء جاي أو حوي عن جلو يوم عني مرق بيئة هي لو سمنجر إلى على ذم ذحته يده تين ولا جد داعي عن كل هاي وحلو جود بدله وريا وريا ولا جد داعي شه مجرو إلى على ذي ماشى بريس كي ولا جد بدله وحوي عم بقول بريس قم الدبا لجود بدله يعني ساد كي حاسس كم دحوينا لو ديبي سليد معصرة لو قدر يجري ولا جقوي عدايا لو قدر بدلي بل بعيا عم بولاد لو قصو حير يجري عم بولادي ماشي كوبي طبعا بعلكيني لها كوبي طبعا قفت الضبع الله كان عسكرتي ويسكو طمان هير كاسي مرة يسايا نكو شي يجري توتاه الدولة ده مدح تويدا لو قو إيبيا بان كل يجري حسن شيخ نمي المادير هنا كو إيبيا مقايا دا وقفرا طرق وكو قدا يجنسيقر قاتكا لو قو قدا ويا وحيا شي يجري مصابح ده حسن شيخ وحكولي يعني daraagada waa xaraan halalad dagaalamo masaakiinta meelaha u furantay waa la karbaasha waa la garumeeyaa isagina qaadku soo dajiya markaas uu leeyahay qaadka xaraan ma aha ayad ilaahay iyo hadiis culimadii oo leeyahay waa xaraan ayuu leeyahay ma halal halal waay qaadka halal waa xasanad dahay qaadku sidiisa waa xaraan ma aha ugu leeyahay muqaddarad waa la dirraa ugu leeyahay marka xawaalada way ku saxayeen in xildhibaanada 14 ka ay ka baxaan maamulka ay ku sheegeen kir shabeelle because iyaga in la qonaal raba wabigooda laga qabsado hawaadle sida anaga nala u weeraraayo ayaa loo weeraraa iyagana waxa lagu haystaa cambaay muuska iyo babayga because wabiga mara istaraatiijiyadu waa sidaasi Ethiopiana waxa la rabaa in xuduuda macnaheedu lagu dhibaato xuduudaasi ay ka galiyaan masarida iyo tikreega iyo ANLF nimankan ma arkayso ogaadinka waxaan rabaa dhibaatadu way taantaa lab meesha la leeyahay qoladii shiiqaaleed وقدم في الدجنايين يجنا ولا جب جبينها شيء قال شلي محمد عبد الله فرماجة درادي سدي لون دبتي بدل يا دوجيدين يا
رابلي أبتيجا وها هرت إني ما كان ماشي جو كل أبتياشوا دا إنكاري حسن شيخ محمد فيري حوالا أبتيالوا الدنيا دا حوالا يقول نعبيا يدقلي مرفلي الدون كإلهي أبتياشي سوك تاجي وكو كرين رابلي فيري أبتياشي سي شيخال يجي قدامينتي أو حكدي جي كاني فرماجو وجي الدنيا إلهي بدل وكو باللابي فادياسين أبتيجي سوك باللابي هذا شيخاشي موجه هراب وقاعدين كي غير عبد الله أفر إلا بعطن سعادات شيء قلب اللي جب جبينا يا حبضها كوس عطة شرقولة سديت سديت كت كت لبعطن لبعطن بلود دلا يا شيء قال لبعطن ده لجو هاي مركا لاب سومالي قلب بيكوت على ماشى سحسوقة كوس عطة سومالية إني ككرسون وقاعدة مركا تليفون كي وحال وحال وحدي فيلا سومالية هي دولة نمادة مركا فيري فيلا صوماليا ما دحتويه قرن كديد تلفونكي قديد جم محمد ديري اللي وحدي أديك حتويه مسي كوجي تامر بخارك عادي دولة دان انتهى إن لاقبل لأميني كرا اللي انقفك كبا كبا أكتر لنا يصير كبير سالا فيري يا صومان دولة دي تلفون ما دحتويه ده جوده هذا وحدي سا شعبه بالكش شكاية دولة داسي جرو مكسر دوين لهيت laas caana mu ku soo dhaweyn lahayd baladweyne mu ku soo dhaweyn lahayd dawladdaasi baraawo iyo baydhabo mu ku soo dhaweyn lahayd ha gedo mareexaano digri mirifle tartiib uu u jooga laakiin dibka adaa wada mareexaano iska qabta nimanka axmed madobe ay soo direen mooga hiraab kan ay soo direen shakhsiyaadkaasi hadaydan iska qabannin waa la idin yaaba waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan ku soo gabagabeeyo shan nin waana soo qoray xalay oo Soomaali ah ayaa damujidid malaayiin dollar ay ku bixiyeen sida sirdoonkeena uu noo soo sheegay waqooyiga America sawiradooda laptopya la geliyay magacyadooda waxa weeye laptopya iyo waraaqo lagu qoray sirdoono reer waqooyiga America lagu yiri dadkaasi noo soo gacan geliya haddayna xataa noo soo gacan gelin karin meeshooda lagu dilo shantan nin waxa lambar 2 ka ah nin la yiraado aadan ingiriis macallinka lugay lambar 2 nin ay dhahan captain ayub oo aan rajaynayo inuu majeerteen u dhashay umar maxamuud oo markaysi reer aadan inuu yahay in rajaynayo burtin la kasoo jeeda qofka saddexaad waxa la yiraada balwaan abdullahi balwaan oo u dhashay waaysle cali gaaf inuu yahay aan u malaynayo qofka afraad nin ay dhahan teera ma aqaan qabiilkiisa aniga laakiin inuu macnaheey magaciisa ay soo gaaray wuxuu kamid yahay dadka baraha bulshada ka hadlaa la ii sheegay qofka shanaad magaciisa ma hayno laakiin sawirkiisi waa la arkay marka shantaasi qofood waliba qiimaha ii dhiman ee qiimaha lagu kala dhiibay ayaa ii dhiman ayub ayaa hadda ilaahay hadda aan hayaa milyan iyo 500 baa lagu dhiibay isaga macnaheey nolol iyo geeri in la soo qabto macnaheey aniga aan idin la hadlayo waa ku jira lambar 1 waan ahay qiimaha aniga igu baxaya iyo qiimaha teera iyo qiimaha balwaan iyo qiimaha ku baxaya wiilka kale magaciisa naga maqan macnaheey dadka arkay sirdoonka laptopya laga tusay magacyadana waraaqay ku qormeen iyadoo la raadinayo Soomaalida la leeyahay dadkan xagee joogan yacni dad cadaana raadinaya oo damujidid ay ula tageen iyadoo lagu raadinayo magacyadan ma taqaanaan magacyadii hadii la fiiriyay dadkii ilaan moogtay ma arkayse macnaheey muuqaalkooda ma haysan bay dhahayn laptopya loo furay sida sirdoonka uu noo cadeynayo laptopyadii bay ka arkeen waa dad Soomaali ah oo shacab ah ayaa ma arkayse la leeyahay dadkan ma taqaanaan dadkan aan raadinayna oo macnaheey maxaad u raadinaysan marka la dhahayna waxa weeye dadkii goobjooga lacagta marka la kala qaadanayay ayaa iyagana noo waramay macnaheey sirdoonada qaybaha kala duwan ee aan leenahay ayaa macnaheey wararku ay noo soo tabiyeen sida lacagaha loo kala qaadanayay dadkan sababta loo raadinayay cidda lacagta la baxday wixii oo dhan marka ayuub waxa la yiri jarmalku joogaa ani meeshaan ka ogaaday meeshuu joogo ma ogeyn markii hore waxa lagu yiri meesha lagu dilo haddii la soo qaban waayo xitaa damujidid waxa la yiri sixir bay adeegsadeen markii hore xataa sixir waa lagu tijaabiyay dadkan qaar ka mid ah waxay dhahayn macnaheey sixirkii uu qaban waayay ilaahay hadda dagaalkaasi waa uu socdaa marka hadda shaki baa igu dhashay oo masaajidada afgooye mar la isku tumay baan ogaa wadaadda habar gidir ay dhahayeen dadkan baraha bulshada ka hadlaya loo qunuudo ha la habaaro
oo markaysay hadda shalay baa ugu dambeeyay magaalada Muqdisho masajidka online ee ku yaala markay suuq bacule in macnahe wadaado hawiya ay ka istaageen oo ilaahayeen dadkaasi baraha bulshada ka hadlaayo oo daarood iyo digil iyo marifle iyo dir iyo saas dhahay isbahays hal dhiso nimanka fidnay wadaan elu nar waaye hal laga digtoonaad marka xamlooyin noocaas ah jira marka xamlada diinigana gudaha way ka jirtaa midda sixirkana way socotaa midda ma arkaysay macnahe in fiiri qiyaas haddii ayuub lagu dhiibay nimay dhahaan 1,500,000 maxaad moodaa inta kale imisaa lagu dhiibi karaa waa dareemi kartaa marka aniga marka qiimaha hadda ii dhiman qiimaha macnahe teera lagu dhiibay qiimaha balwaan ninkay dhahaan oo waxa islaha lagu dhiibay qiimaha aniga nafsadayda laygu dhiibay liiskana waxaa laygu yiri lambar koob adaa ku jira waxay dhaheen ala yiri ninkaas waa qaban weynay haddii sixir aan u adeegsanayna lambar koow waa qaban weynay haddii macnihii qabasho ay tahayna macnihi si kasta inaan usoo xerogelino waan isku daynay sida ay dhaheen waay waana run oo niman fara badan baa aniga ila soo hadlay heshiisyo ii soo bandhigay naaga fara badan baa ila soo hadlay oo heshiisyo ii soo bandhigay qaarkood macnihi waxay ugu dheen xataa aan isguursanno waxayna annagaa qabna keliya aan isugu imaanno haddii xalaal aad rabtid haddaa xaaraan rabtid labadaba waa lagu tumayaa marka waan dareemi karaa aniga ma arkaysay nafsadaydii qof taxadar qabaan ahay laakiin meesha aan joogaa aayad kama qaban karaan oo ma arkaysay macnihii oo been ku dhisan waxba igama qaadi karaan yacni naag haddii loo baadana ma arkaysay macnihii middii ilma ii dhashay baaba haystaa soo moogid iguma siri karaan nimanka naagaha ay u saxseexdaan kaamerooyin loo furi kara ma ahi si kastoo suuqa layga saari karo waxa weye waa layga saari karaa dad sanooyin aan ila soo hadli jirin xataa way ila soo hadleen si ma arkaysay macnihii heshiis aan u gelaynaa loo yiraahdo waxa lay kari waayey villa soomaaliya shir baa lagu qabtay waxaa la yidhi ninkan qabiilkiisa ha la raadiyo damiin ha la helo mar waxaa la yidhi mukhtaar robo ma naga damaanad qaadi karaa lacagtuu rabo waa siinaynaa si uusan noogu boodin si uu nooga leexdo intaasoo dhan maxay tahay de digli iyo marifle in la baabi'iyo iyo soomaali kale intaasuu sheegaa wax kaleoo aan u geystay ma jiro isbaaro waa xaaraan unbaan dhahay isbaaro masaajid ma ahan unbaan dhahay ilen hadda masaajidkii hadda su-aalaan soo dhigay xalay waxaan dhahay islaam allow culimmadii hawiye masaajidadii eelunaar ay ii xukumeen xukun ay isaareen anigana hawiye dhibaan u geystay ma garanaayo ma dhihin hawiye guryahooda ha lagu weeraro beerahooda ha la gubo macnihi dukaamadooda ha la gubo shacabkooda ha la laayo ma dhihin waxaan leeyahay hawiye ha nabad galo ha la ammaan geliyo daarood ha ammaan galo dir ha ammaan gasho beeshanad ha ammaan gasho digil iyo mirfle ha ammaan gasho laakiin aniga isbaaro besaan ka digay de isbaarana masaajid ma ahan nebi maxamed baa na yidhi qaaducu dariiqa la dagaalama calayhi salaatu wasalaam aniga xaq unbaan sheegaye dhibka aan dadkaan u geystay maxay tahay dadka nolosha yaan lagu gubin gabdhaha yaan la kufsanin macnihi dadka yaan la dhicin xoolaha dadka guryaha beeraha macnihi nebiga ha la kala ammaan galo aslim taslim islaamnimadu islam is means peace and submission to allah islaamnimadu waa nabad iyo isu dhiibid ilaahay la isu dhiibo rasuulkeennaa noo sheegay oo lagu soo dejiyey aayaadka samaawiga ah macnihi loogu talagalay inaan isku xukunno adduun iyo aakhire sidaan u noolaanayno ilaahay isagaa noo sheegaya oo macallina ilaahay waa macallinka ugu fiican waa marka intii unbaan sheegnay maxaan geysanay marka su-aalaan soo dhiga waxaan dhahay culimmadii hawiye masaajidadii waxa weeye xukun inaan elu naar ahay dalaq dalaq julub julub way igelgeliyeen culimmada direeday fad waan idinka sugayaa idinkuna maxaad igu xukunteen culimmada digli iyo miriflow maxaad igu xukunteen culimmada daaroodow maxaad igu xukunteen culimmada beesha shanaaday maxaad igu xukunteen culimmadii hawiye elu naaray igu xukumeen aniga waxay dhaheen qabiilaadku isku diraaya anigana qabiil qabiil ku duul ma dhihin waxaan leeyahay hawiye yaan lagu duulin daarood yaan lagu duulin digli iyo mirifle yaan lagu duulin beesha shanaad yaan lagu duulin ha la kala nabad galo jannadana aan u shaqaysanno ilaahay inuu xisaab la-aanna geliyo ila naar inaad geshid waxba kama heli karo si kastoo cadow aad iigu tahay ama cadow aan kugu ahay jannada wayna wada qaadaa laakiin naarta way buuxsantaa jannadase ma buuxsanto war ilmo aadan baynu nahaye jannada aan wada galno intaasaan leeyahay isbaarada adigaan kugu danaynaya aniga keliya maahan marka taasna su-aal waay culimmada aan weydiinayo marka walaalayaal dagaalka aad buu u badan yahay waa la isdilayaa haddaba ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa maantay qoys maskiina la gebagabeeyey taleefanada khadiijo maxamed diiriya telefoonkeeda oo villada lagu xaday marka laga reebo maalin ilaahay keena dhiig baa shacabkii la daadinaya shalay 190 ciidamaa la laayay muuse suudi yalaxow jawaabtii la siiyo waad aragteen soo idinma sheegin habeen hore soo idinma dhihin muuse suudi xasan sheekh maxamuud baa wacay iyo damujadiid waxay ku dheheen muusow hubkii markii badbaado qaran aan kuu dhiibnay gacanta naga soo saar
حسن waxa lagu yiri saaxiib wixii aniga isoo gala kama baxaan hubkaas adaan kugu wardiyay farmaajo ku soo bursanaya ka celi maxay taa hubka aan ku siinayo hadana waxay ku dhahayn villada noogu imaado bila staffa sharci baan soo saarnay hubka in la dhigo hubkana wareeji bila hub maxay rabeen muuse markuu madaxtooyada u soo dhow inay qarxiyaanay rabeen inay dilaanay rabeen wuxuu yiri ey madow ha idin timaad duu yiri anima hub iga dhigaysanaha idin ma imaan maayo ey ha idin yimaad ey madow ha ku arko sidaa markuu yiri laba beri ma ka soo wareegatay jawaabtiisa maxaa laga dhigay sheegahe walaalkaasi waa soo qaban doonaa jawaabta maxaa laga dhigay daarunciim shalay maxaa ka dhacay muuse suudiya loo jawaabayay fiiri xero la gelayo oo weligaa laga digayo ma aragtay ciidamada waxaa lagu yiri ka baxa baxa ciidamada awel markii la weeraraayo waa la gaadi jiray soomaan xeryaha ka baxa la yidhi ciidanka qaranka wixii meesha joogay waa laga saaray marka laga saaray ayaa isku soo haray beesha meesha degan oo daa'uud ah wacbuudhan abgaal muuse suudi jufadiisa iyo shacabkooda iyo iyakii maxaa lagu sameeyey maxaa lagu sameeyey ma taqaanaa dhigtaa dhiig loo daray dhigta wixii askar oo deegaanka ku haray oo daa'uud ahaa waa la mariyey masaajidada la gubay la burburiyey ya waxa weeye ceelasha ayaa la gubay waa la qalay saqiir qala ayaa ka dhacday baqaaradii ayaa la dhacay magaaladii waa la gubay afar bilood jirna lagama tegin waa la kaxaystay waa ka daarunciim qofka ku dhahay islaam baan u dagaalamaya ya islaam baan u dagaalamaya masaajid sidaan ma u gubaya adaan ku weydiiyey arsi bay ahayd loogu lama dhaafin ee xalay runirgood meesha la leeyahay qalliin baa socday ilaahay xalay waaga ka baryahay shacabka waa la qalayay daa'uud bir caadiya markaasaa waxay dhaheen daa'uudkii walle macalinka lugeeye ninka la leeyahay in caadifad qabiil ay ku jirtaan u haysanaye wallaahi run buu sheegaya daran taleefankii muuse suudi yelaxow iyo xasan sheekh maxamuud iyo habargidir macnihii dhaartii dhex martay yaa jawaabteeda haddaan haynaa bay dhaheen haddaan been sheegaa idaacadaha waada dhegaysta idaacadaha lama ogolee dhegaysta ee dhegaysta see loo galay daa'uud xalay badar loomar shabaab maaragtay weligaa intuu soo galo masaajidada baabi'inaaye shacabka laynaaye biraynaaye saqiirada afar bilood jirka xataa uu wadanaaye intay ka dhacday daarunciim ay ka dhacday waana markii labaad ee qoorta laga wadayo daa'uud siyaasadda dhan maxay tahay laba waay hawiye laba qolaal rabaa in la laayo lambar kow hawaadle iyo murusade xagga dhig kuwaasi waa lambar one hiraabka nimanka la leeyahay harti abgaal iyo wacbuudhan in la tirtiraa la rabaa siyaasadda habargidir saas waay xasanna la haysto waay sababta loo tirtiraayo maxay tahay waxaa loo tirtiraaya kow haddii doorashada waqtigeeda la gaaro soomaalida kale marka laga yimaado cidda ka hor imaan karta sidii badbaado qaran oo kale farmaajiya ka hor yimaaday habargidir waxaa weeye geelay gaal jecel ka soo deensadeen bay muuse suudi u geynaayeen sanay cabdulla gaab baa loo geynaaya badbaado qarantayay ahayd harti abgaal iyo wacbuudhan abgaal yaa lambar one ah harti abgaal siiba warsangeli yaa dagaalama warsangeli waay haye cali mahdi markii madaxweyne uu ahaa caydiid afar biloodka habargidir ee abgaal yaa dagaalamay shaalalayay ahaayeen warsangeli harti abgaal taariikhda marka gadaal ugu noqo utun baa loo qabaa harti abgaal kow madaxtooyada markay yimaadeen waxaa laga sifeeyey soomaali kale intaan laga sifaynin xawaadle iyo murusadaa u dambeeyey waxaa laga sifeeyey harti abgaal iyo wacbuudhan wacbuudhan waaba kuwii grantalin markii la dilayay sheegi laha xataa nisaa lagu laayay gabar xaliime ay dhahan maaragtay meelahan ka hadasha hadda nabadii nolol kasoo horjeesatay walaalkeeda macnii waa tii lagu dilay ooyneysa maxaa waay marka kow cidda koowaad ee macnihii shalay aan isdagaalnay oo naga hor imaan karta xuduud leh harti abgaal iyo wacbuudhan waay wacbuudhan harti abgaal saraakiishooda iyo kulli in la laayaa qoran kadibna waa xawaadle iyo murusade yaa kaloo meesha imaan kara gaal jecel miya ahaa hawiye maba ahanba isagana wuu caddaystay ir xataa ma ahan manihin uu yidhi annaga digley mirifleenaan wax la qabsanno isku deegaana marka walaalayaal ma loo jawaabay mise waxbaa dhiman haa imaya waaya muuse suudi jawaabtiisoo lama siinin nacam
لا آيةً مركا دقلي مرفلي مركا أنك عانما أنا لا شبايا مركا وامايا مركا ضدك عسياد الشنق وفوت ليس كدوا على ديبه على سود دلالة أنك مركا حسان سميني دق يدم لي رادو دق يدم ها دلا دلا دق يدم دلا دلا انت وحدر انت يدلا انت لدر انت يدلا دردرين كلفتي سدلا دل يدي بتكو دلا سيدي يا سعد لكن قفكي وقتي صدما دار دي مناي لايفات كو جرتها محاو كو داري لهايد الو معل هيا لايف كو محاو كو داريسا يور وعليك سلام تبرت يا بو لايف كو محاو كو داريسا قد يجي محمد ديري تليفون كذا وحالو وحضا يفلا صوماليا واقرتي هيا ما الله سعد هذه برنامجك ولكن هذا هو برنامج لما سعوده ويسوه وعي وعن ربائنا ماركي سيمعني ساقبته ولال إساقنا ماركي سيمعني نسوه وعي لورجر ولال إيال مارك ماشان قفكي إلهي الدلاح لمنعيه ومجوجينينو دولة نمضو وحاوهي ماشان سيقشي ولال باقت كجرة ولال كي هذا الكداء استبر نكتي دقيقة يلا بوك سيكرا سودو adoo intii ku dhigaysanay iyonay adeebo ku salaama laba mid samee ama hadal ama af mic hadal kiifu please waa run arantaa sheegays waa run tamaanu ku sheegay halayno waa jirta dadkan marka masaajida iyo tabartoodu waxay nagatay adeebo u dareensan tahay la id wax ku sheegays min jirta wax walba aad sheeg darun way amara tamaanta qofki wax dareemo qofki oo muslimtabo wax yar sheega oro lagu toosina يعني والدلا رن لما شيكروا والدلا ها والدلا ما انا مايسوبي اي ماي لسكايس اي ماي حد غدب اي ماي مسلمتمه ماي او عداله ماي حق ما جرتو قف واخ ير او دولدا فراج مسوغانكيد ديده كل شلون الهي ادي او ديده والدلا دي واي وحنا سو غارتي ان حرر ديره غبر حل حبو موفا لو دلي وركاس ما مقصود الحبوب موفا انيبا قبر حرر ديره معني عبد الحميد مدى مكي تري انيبا هرتي لك الدين كل شيلن او شيلن سومالي حبت قف كرد انيبا هرتي لك كديد كل شيلن لي اذاب كل شيلن سومالي يا قف هرتا لو قد لمي احمر ما حبت هرتا لو قرد مالان قعدا سينا ما الهي توسي قف بجاج له او استاد وقرع warmiir ayso iga dhaaf inta dhab mooto dhagaaji markii mooto dhagaaji habada korkiis la marsi wala habad maxaa korkay u marsiine oo iga rabta ama la dhay hatta ku dara dhaba hatta mad la ma isaga aad iyo aad buu maasan yahay walaalka isaga aad buu maasan yahay xarar dheerana waxa la sheegay hal qof ayaa markaysay macnihi gabar maqaayad lahayd markii shabaabka meesha laga saaray hab al habo muufa loo dilalay kow gabadhaas iyada aqiray ku maqan tahay maqaayadeed muufada loo dilay daraadna xaado la gabadhiisi ayaa wada jir maqaayad iyadoo haysato oo garoob ah laba xaruur ah korsanaysa iyadana lagu dilay xaado la waa nin mataan abdullahi wuxbuudana marka walaalayaal meeshaan nabadi kama soo socoto qof walba waxa weeye markayse macnihi hatashado qof walba waxa weeye hays ilaaliyo ciidamadana intaas ba tusaale ugu filan soomaalina ha ogaato dalkan haddaan damo jidid laga qabanin waxa weeye waa laga sheekeyn doonaa warar fara badan aan idiin haynaa oo sireed hadhowdii baan kulmi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo maama Khadija Maxamed Diriye telefoonkeeda loo soo celiyo oo Villa Soomaaliya xalay lagu xaday waaba gadiisateene wixii waa shubateene telefoonkeeda sii ahee maamada madaxtooyadii dhammayd oo xaflad ay ka socotaa telefoonkii wasiiradda lagu xaday haye dowladnimo miyaa ka dhow meeshaasi waad ogtihiin Soomaaliya waxaan idiin sheegaynaa hal qof oo Paris lagu dilay oo booliis u dilay magaalada Paris inta ku dhaawacantay hantida burburtay maalintii afraad qalalaasaha ka socda waad u jeedaan oo dadkaas oo dhan maxay qalalaasaha u sameynayaan waxay u sameynayaan midaan ku dhacday cadaalad darada wiilkan 17 jirka ah oo asalkiisu ka soo jeedo Maghribiya mise Algeria mid lamida inay qof walba ku dhici karto cunsuriyadaas booliisku xaq uma lahan qof macnihi inuu waxbad isaga dhufto madaxweynihii Faransiiska qalqalay wuxuu leeyahay waa qabanay saasan yeelnay waa idin tuugaynaa shacab oo joojiya shacabkii iyagoon xabad aan ridin waxa weeye dhalooyin bay gaas ku soo shubteen shacab wuxuu xoog badan yahay shacab hadda ma fahmaysaa dowladda Faransiiska
أفرطن إيشان كون أو بوليسو ناريه كوصو قرطي باريس تاقا لول أي تاق تان هادا نقود لحدي ويل كان كود لحدي قفل بوحو كسو قادا يا إنا إساقا كود لحدي مركا دادك سومالي دا إذا مدى أن لها اللينو إذا كان للينيو بغل بغل ششان بغل لبلاو بغل داد كان لبابينا يو إيوغو معنيه إسكو ميد ماهن ميا إسو مدام قنا يان ميا حتى إسلام نمدى يكبين شاقان سومالي دا إسلام كحولي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام المسلم مسلم كلا وحوي كالبنيان إسكو جر أو كلا واي ويسو دم قدان دم قشد واي إسكو ميت هذه فرطة هذا أي بكتاتو جر كاك انتي سكلا وبكونا يا مركا وحن ولا جيدا دادكي مسلم كا يقال هذا فرنسيس كا جوغي عاصمة دي باريس شانتا قاردودو ولا جيدا هل عنوك أو تضبية طبعا سنة جر أ بوليس حبط أو كل نفطي باريس أدنا أقوبتي باريس أو نمبا أقوبتي أو هول عيسى دونك يابي سومالي لو بقول الدار النعيم لو قدري شعب الله قلقلا ما أرك يسمى يعني دلا يعني سكرات هذا يعني معاني نبى نعي أنت أسأل الدلاء وح نقاقة يا ملك وح نحسنا يا ملك ضدك إنا الدريين باب المودة ما أرك النبي محمد أي كبر شيء عن حديث كيسي السود دم قدو يري رسولك أنا هذا قف سومالي وضد هذا سمراي ما أكمري كردي لو قد جيني والله يا ها هذا وح كسلوا عنو قبان كرو حتى والله حنو صنيع قبيالات ما لا يقول تلماما أنا قاعد أذنا نين قبيل إسلام ما لا يقول تلماما أو والله هو قدام قنايا نين هوية هذه جد كاس اللي جواها يستوى والله هو قدام قنايا نين دارا هذه جد كاس اللي جواها يستوى والله هو قدام قنايا نين دير هذه جد كاس اللي جواها يستوى والله هو قدام قنايا لا يقدر يا نين باشا معني دقلي مرفلا أما باشناد والله هو قدام قنايا بكاس دم قشدي صومالي ماذا إسلامي ماذا يبني أدني ماذا إيجا ما بحن سيكستو على ان اسكون اسكون ناي يعني انا ان اسدلنا لكن شيء هدو كل دغاي قف سومالي ما اكبراي او والله او غرمناي سداس انا يعني كان النعب وعاونايا هدي لو دغاي اجنبي ما غرب استاغاي اسغان غرب استاغا اسبار استاه بر قدر او معني شبه ان دعدا دو ياهي هدي نين اجنبي اي سايستان ان دعدان غرب استاغا اني This is who I am marka soomaalida dhibaatada haysta waxa way intaan dadal la leenaya ولالك يوم ما يقصون نقطة ما حاشي يقلها هلو 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 ولالك ما هلا وقدم بينتي هل فرينا الربا ماشان إنا نفسه لاسعانوت بوليس كي يقول رأي توبر وصل دمائين دولة دمائي معنيه قادين لحي اللباطن كجون كوذ اللولية انت بوي حسيان ابوان شامع كذي اي مادي ماركسي مدحوينو ذا جبوتاوية وقد بدينا اي arintood way isku toostay dulmi baa lagu hayaa dulmigana aakhirkiisi waxa weeye qofkii geysta uu dhiba ruuxi godob walaal gala nafsina waa uu ku garab yaal waana garwaaqsan doonta markuu guudka ka raro garbaaga dhaansado ilaan waa gadiiso godkood aadamooyey ka gaboob meesid waay war raacsanay laakiin xalay toole clip aan daawaday baa waxa ku jiray meel kooda luuliyo la isugu yimaaday oo uu hadlay nin ganacsade inuu yaan rajaynayo jabuutaawi ay dhahan oo dulbaanta ah معني سيدو أحد لاي مركز دم بوحو يري إساق وذات ما بلهن كو سيدو أسو تيرنا أي مركز بوحو يري شاق مصطفى أيان أقول دقيسي بدلنا هاي وإسكدم منا حد مركز مدفع صور لعو مصطفى مكا حد لاي قبيل بون نقضي شاق دير رساسو نقضي أنا مصطفى أي قسية مصطفى أيان كان لاي لول بهانتو مركز قر نقصان إيسان قر إذن كسو نقض كرتاجرة علماء الله الله كلا قادة علماء سوء علماء ربانيين علماء ربانيين تأه هدي متكين كو قلدمو هكو قلدمينا هدي متكين كو قلدمو حتى وحال ربائنا اسقبتان إذنك وهي علماء وحال إذا ده ربانيين تأه وحال لغا ما شايقو هدي وحال لغا شايقو ولو قجر ده هلب كيدا لما ندميو هدي لما ندميانا ولو قد انتا قرآن كعظيم كأه علوس عرق يرلول كعلوس قفك حنبارسن الرباني كأه afka lagu ma la labo isagoon ku jawaabin waxa laga yaaba in macne meel kale lagaaga yimaado waa la idin dulmiyay guriyina la idin ku haysta laakiin sheekh mustafa haaji ismaaciil faraax ka qaada ninka isaga ah xaqna uu cadeeyay kama gambanin ciidii hadda la soo dhaafay horta ninka siyaasadaha gudaha ma galo taariikhda intaan ogna intaan soomaali ay isburbursanayso daarood iyo digli iyo mirifle iyo hawiye iyo beeshanaad isburbursigeena حتى محاكم انت لو يري جاك قبال يري وديدي نين كان محاوي مادي ديني الهي وكان نسي عام كو كالا مسلمين اي
تتاركي وكالا مسلميني أقونتين مسلميني أقونتين مسلميني أقونتين مركب وحان ولا جيدا معني شيوخ ذا كلاسارا نن هذا السني أكله معني أول بدو كميري سنجري لكن شاك مصطفى الدارات وهاد الله أما إساق وهاد الله أما دقلي مرفلو وهاد الله أما معني قبيل كشاكينا ولقين ما ينان أرك علماء الربانيين تأهوى onders كأمسين أن يكون هناك شخص يمكن 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 أن يكون هدي قفكيني مكروفن كايستو قلدمي مخا ايدين كودن مخا دوغا امستين ستوب ماشاس انا دهدان الربي او اسقبشديني ما على راس كليا علماء الربانيين تا مركه لو واحد غودباي ما هو على راسيسان قفكو واحد غودباي كينا مايا قصل مقشو ماشاس يدا رالي غرين ان ديبتان واي هدي ما اركايسه سومالنيمو اي اسلامنيمو معني نبي محمد هدي اد كون نسب شيغتان قفكو قلدمي كرا او ايدينك معني حماسد اي قيرا ايدين هيسا لكن ماركيس معني سيديس واخ لو تيريناي شيخ مصطفى واكا ان معني عربك لوغو اجايفيو ايدينك كلغينا هل قف اليس منكم معني ميدين كجرميا رجل رشيد قف معني حتى كجوق ورشيقا ربانيغا عربك كدا دهاي حتى ميدين كجرميا ميدي كجر ميا وعن ربا ماشا سوى إذن كسيد بطاي كل نقضة أنا قوان إذن شيئينا قرانك موقتا يقفك ماركو كبدا ديلاي قالتك إنت بدن إساقو ماركو لكن دادك في إرسان عيارك أنا قرانك قران كداوانينا عيار تصومان حق با كتا يغنتين قروي يغي إناف ميال الله نافة مالي شيخ مصطفى ولغيس قبيل وحكم الشيئين كمجر عرمهان حلقي مرقو هادلينا وحوي وحو يري فقارو كشيغي وردت كاسي وقال لك قردري هاي بوجري لا سعانو وقال لك قردري هاي ما بينا مرة دو عدي حق السيدة سو عدي قبيلات كان نحقلين إن ماركة يسمعني أتكلا اللادان شاك مصطفى فراك قادة أما دير رسومان دير علماء الربانيين تنكو غاي هدو سنكا هدلين محاو غاي اللي ويدكو قبصدا سيحك مضيسان بعد علماء الله اللي كرتان لكن إنا إسكدب الله اللادان سيديني سومالي دا إسكو تقييني داية قدب كاسي ساقة وحاوي وان عدينينا لول بهانتو ماشا سيواء فردين قد فيسبوك سوغل ما إذا نحاين شخصي معني قدب كاسي رالي قرين ديبا إسلامي مدى سومالي مدى أيها سيداسي شيغيسا نينا وحاوي إذن كالقلبسان شاق مصطفى ومعني إذن عدييي إن ماركيسا معني أي قلبت هاي إن لا سعانا لو ويرارو او موصبحي رنطا او شاقي عيدي اد ودا دقيستين او ودا داواتين الرمان انجلي جرين انا كو دكتان واكو قلدمتين رالي قرانسيا قدب كاي ساقا وانكا قد بينا او قدام بينتي مركا وعن لان ناي قد يجي محمد ديريا تليفون كيد فيلا صوماليا معني حتو يلو قو قيستي تليفون كيد هلو سو عليو انتا سان قد رأينا مركا فيلا صوماليا دا سي تليفون كحدي سيد الله آميني كرنا ومدى صوماليا ذا كرمنا سيد الله آمين أحد ها نمان كان عريقي مساكين تا أنا قا سيني نيري عريق لما قالي كرو هدا سيد قيساني سيد دولد أسو ديب نظافة دان كشقينينا هدا نا عريقي هيليب ككلية آن حارا إن لقطو أي حاران تاي قدين هيليب ككلية إن لقطو وحاران ياي أي قدين مركا يسكو سوود الدوب قوليست أيان إذن لان هاي إن شاء الله تعالى ما حان إذن كاكتقنا مرك بلداننا ما إذن كاكتقنا موسى سودي إساقالي ما إذن كاكتقنا إلا أنكو بضو ويحون تاي إساقالي إساقالي حاج موسى سودي نرباح يكون نفتين والله بالله نمان كان نمان نحايمان مسي بوك بوك واي بوك بوك ما يوحان كتقينا قرقار إيه بكينا أيو بدبالي قرن غرغر ايه بكينيو اسن بريد اللحن كده انا اسكله غرغر ايه بكينا ايوه
بس واي قرقار تلفنا ذا الحضايا وحجر مالين قرقار ايبا كيريو قرد 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 لقى مقوسو قرع قول بهيلا انك استوي سو مالدو قعسين ربطو وقعبت النقا قاديو قعسنين انقابرتي قريبتين اقو بحريو قرقر ايبا كيريو قرد 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 لقى مقوسو قرعا قول هيلا انكستو يسو مالدو قعسين ربطو وقعبت النقا قاديو قعشانين انقابرتي قريبتين ابو بحريو وارغون غور علا بي
ونقول عذابي وذا قاعد يسبضن طويل قال بكينيو قلت 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 دورا قوله لا انكسر صومالي دو قعسين ربطو وتعبت النقا قديو قعشان إذا انقابرتي قريبتين أبو قحيو مروقة دي قرتاهي قعشان إذا انقابن قريب وقتي قا قرملو وحنقا قاقير علينا قيسان قاسرني هستي قبل دقور قورتا ايه هايد عالكا سينو تشوكتو تلافن كالسوح اليو قديجة محمد ديريه ايه بلا صوماليا لقو حاضر فردوسا